عملكم فيديو جديد. يوم الفيديو حبايب قلبي ترتيب بيتنا الجديد. كنا بدنا نصور لكم بدل هذا الفيديو جولة بالبيت، بس لسه بيتنا ما جاهز، يعني لسه بده برادي وشغلات، بده شغلات كتير لحتى نخلص نصور لكم فيديو جولة بالبيت. حبايب قلبي قبل ما نبدأ بالفيديو حابة اتشكركم على تعليقاتكم الحلوة على فيديو بيتنا الجديد. انتو فرحانيننا، حسيت انه انتو فرحانيننا بالبيت اكثر ما احنا فرحانين بالبيت. شكرا لكم على تعليقاتكم الحلوة، وان شاء الله بعد فيديو جولة بالبيت بدنا نصور فيديو نرد على تعليقاتكم. واللي ما حط لايك يحط لايك، مو مشترك بالقناة يشترك بالقناة وفعل زر الجرس حتى يصلكم كل شي جديد. بنحبكم، يلا نبدأ الفيديو. بيت البيت لساعتكم مكركب، لسا المجلس ما حطيناه. نحن كنا بدنا نمد المجلس هون انه هون نقعد، بس بما انه الدنيا قربت على الشتوية بدنا نحطه بهي الغرفة، يعني هيك بصير ونركب الصوبيا هون لانه هون الجو بارد. بالصيف ان شاء الله بنجيب طقم كنبايات بصير البيت غير الشكل، يعني بدنا نظبطه. وفي عالم قالت لنا دهنوا انه الغرف دهنوهم. ايه صح، بدنا ندهنهم. الصوت عم يعطي صدى. بدنا ندهنهم لانه ليل 20 حصان، وبدنا ندهن البيت كله. وفي كمان قالت تعليق قالنا دهنوا الاذان. ايه رح ندهن الاذان لانه ما طلع في وسخ، طلع الصدى. ايه صدى، طلع صدى. هلا خلينا نروح نشوف. مدينا الحصير جيب يلا. طبعا لسه كمان التلفزيون بس حطيناه، لسه ما حطيناه، يعني في كثير شغلات لسه ما حطيناه، لسه ما وصلناه. ما وصلناه بالصحن. صحن؟ ايه صحن، اسمه صحن دش. ايه ايه جيبي روح. شايفين المجلس ما طلع كامل، بدايه العكس هي بيكون اليوم. ما طلع قد الغرفه، في كثير فرق، في كثير فرق. يعني السحاب من قدام ولد هون في سفنجه صح؟ ايه. وين؟ روح للتلفزيون خلص. هي هي ما عندي شايفتها. طيب المجلس ضروري ينحط، يعني وحدة بتخلص. هاي وين؟ ما بعرف، استني لا تخلص. قلتي لي لا، اسمعي. قلتي لي ايه صح، كملي. لم تضبط معنا. طبعا غرفتنا صارت جاهزة، هلا بنورجيكم صارت جاهزة والمطبخ صار جاهز، بس انه بدهم شوي، بدهم برادي وبدهم هيك. طبعا الزينة علقناهم لانه صورنا فيديو هذيك المرة، فيديو تعليق الزينة. ما بعرف البيت. ايه بعرف، بس وهم صورنا فيديو، يعني بقول له ما بيتفرجوا عليه. بقول له هذيك المرة تفرجنا على تزيين البيت. بس مو مثل هداك الشكل، غيرنا الشكل. ايه ساوينا كثير حلو، هلا بنورجيكم. انا حسيت هداك الشكل احلى، ما بعرف. لا هذا احلى، انا عجبني. بدك مبين شو الشكل هذا، ما مبين منه شيء. بس عجب ليان. شو لسه؟ هيك خلصنا الغرفة هي، يعني بقى بدنا نجيب برادي للشباك، لأنه بس نشغل اللمبة وتكون الدنيا عتمة اللي برا بيشوفونا، لهيك بدنا نعلق برادي. بس نحن ما بنشوف، نحن ما بالنهار هن ما بنشوفونا ونحن بنشوفهم، بالليل بنشوفونا بالعكس. نحن ما كلها صارت جاهزة، غرفة الضيوف. مدينا لإيمان مشان تقعد. شو عم تلعبي إيمان؟ تلعبي أكيد. يعني شو؟ مدينا لك هلا خلينا
ولسه الشاشة مثل ما قلتكم ما زبطناها وكذا مثلا. هلا بدنا نرجيكم غرفتنا كمان لسه ما نجهز، يعني من كل غرفة لسه في شوي ما نجهز. هذا الديكور عملته ليانا على ذوقها، تضربيه وذوقها ما أبشعه. بالعكس والله أنا كنت كل الديكور إنه هون في دائرة وهون مربع وكل بالبيت هداك أنت اللي قررتي كيف تعملي، بس قولي إذا ما حلو. والله حلو بجنن بشل. اكتبوا أي أحلى، هذا ولا اللي عملناه بالبيت هداك؟ أكيد رح هداك، بس هذا لكم جبناهم هيك. تعال بس كده شوي جبناهم هيك، وهدول عملناهم هيك، وعملنا هيك، وعملنا هون مربع، وعملنا هون هيك، طلع عن جد بجنن. وهذا طويل ما عاد تعرف وين بدها تحطه، شي تطلع لفوق تنزله لتحت. وهذا الدروع علقناهم هون وهي يعني، وهذا بس الشهادة ما كمبيوتر، ولسه بدنا يعني برادي بالشباك، وبدنا مسبل للتخت. وصلنا عليهم والبراتي قالوا لنا اليوم يجهزوا ما بعرف، والمسبل وصلنا عليهم ان شاء الله رح يوصلوا عن قريب، والخزانة انا وداد جاهزين. والخزانة انا وداد، انا وداد بنتي، انا وداد مو والخزانة انا وداد، الخزانة انا وداد جهزناها يا جماعة. وهون الاضاءات، بس عن جد انا بدي اوقف عند هاي النقطة، يعني امانه ما حلو. هلا اذا اجينا من هون هيك حلو، بس هون لا نو معجق كثير. لا حسيت معجق كثير هذا، بس انه هيك ما ببين كيف، ما بيعرفوا كيف الفن بصير. ايه ما شاء الله عليك. ومثل ما شفتوا حبايب قلبي، هاي غرفتنا لسه ما جاهزه، لسه بدها برادي، لسه بدها مسبل، ولسه بدها كتير شغلات، والغرفة كمان بدها برداي، الغرفة الثانية غرفة الضيوف، والمطبخ. بدي اخذ رأيكم بشغلة يعني. هلا المطبخ بدنا نركب له برادي اجباري، محتارين مشان اللي بيمرقوا من الشارع ما بيشوفونا، فأنا محتارة ركب له برادي. ركب له برادي ولا ورق جدران؟ أنا برأيي نركب للمطبخ هيك، خصوصاً المطبخ ورق جدران بيطلع حلو. بحس البرادي إنه ما ظابطين للمطبخ، إذا مثلاً حطينا أحسن. هو الشباك عند المجلى. اسمعي الشباك الثاني. الشباك الثاني بحد الغاز، إذا طلع هيك مثلا شوي على الغاز يعني بهب البردار وبنهب مو بهب. أو لو أجيكم كيف المطبخ صاير، يعني من عند المجلى أكيد بدنا نحط، لأنه إذا بدنا نحط برادي بدها تعبر، بنعطي المجلى كل البرداي ماي، كل يوم بدنا نغسلها، كل يوم بدنا نغسلها. ماشي لقلبكم. وهذا الشباك اللي حكيت لكم عنه إنه ما بيصير هيك جاي محل الغاز، والغاز لا إذا فينا نحط البرداي لهون، بس كمان نحن كل ما نقلي بدنا نقلي شيء بالزيت مثلا تعبى ريحة، خاصة الزهرة رح تعبى ريحة وكل يوم ما نغسلها. لا ورق الجدران أحسن يعني، وبينمسح كمان وبينجلد عايزة بيطلع الشارع إنه هون في مطلب لصاحب البيت ما بعرف شو يقعد فيها، يعني بيجوا عالم لهون ما في كمان هون برا القعدة البراني. المطبخ طبعا هلا تنكر كبر كثير لحلا يسمع يطلع عليه غضا يمكن. والشباك هون يعني بس انخزق الشيء اسمه بنشيله بالرجل حتى، صح؟ فلسة بدي اقول هاي كلمة غنبولة يمكن مثل ما قال هذا. ومثل ما شايفين هذا الشيء اذا بدنا نجيك راح يطل على الشارع، هون في شارع اشوفه انه مبين عليكم، بيطلع على الشارع هون، وما بنقدر نحط برداية مثل ما قلنا كمان نستحكم بالجلي، رح تتعبى مي، يعني بدنا نحطها لهون رح تتعبى مي. ورق الجدران احسن، واذا بدنا نشوف نفتح الشباك ما في مشكله. انتوا اكتبوا لنا بالتعليقات
جدران ولا برادي او في شيء كمان ثاني الرهب هاي في شيء ثاني معظم. ومثل ما قلت انا كمان انه راح ندهن البيت لانه البيت بده دهان. شكرا لكم اهم شيء. والتعليقاتكم عن جد في كثير منكم قالوا مثل ما قالت ليانا مثل ما قلتوا انتم. لا هني انا جبت الفكره منه. بده ندهن البيت والاغصان، الاغصان صدى عليه ما وصف فاجبرنا بدنا ندهنه. وانتم اكتبوا لنا بالتعليقات كمان شو بدكم نعمل بالبيت. بس هذا هو الفيديو حبايب قلبي، يعني غير ما بده تظبيطات كثير. نحن صورنا لكم انه عم نرتب الغرفه مشان ما نقطعكم لانه لسه بدنا يومين ثلاثه لحتى يجهز البيت كله ونصور لكم جوله بالبيت ان شاء الله. ويعني بدنا كم شغله وبدنا نخلصهم كلهم. شكرا على تعليقاتكم الحلوه. ايه نصور. شكرا لكم على تعليقاتكم الحلوه. عن جد بنتشكركم على التعليقات الحلوة. في كتير ناس كتبوا كتير تعليقات وعطوا اقتراحات كتير حلوة، وأنا بحب هيك إنكم تعطونا اقتراحات، وبهذا الفيديو كمان أعطونا اقتراحات شو بنعمل. وكثروا التعليقات لأنه بعد جولة بالبيت نعمل فيديو رد على تعليقاتكم. لهون يكون انتهى الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. ما حط لايك حط لايك. مو مشترك بالقناة يشترك بالقناة، فعل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. بنحبكم وانتظرونا بفيديوهات جديدة. باي. مين لحق انت؟ مين لحق انت؟ عم تضحكي ضحكي.